ادخل. ايمن افندي، عود لشوف. احكي لنا يا ايمن، شو الوضع؟ اتفقنا على الشراكه بابا. حلو، اول خطوه. اتفقنا بكره نعلن عن الشركه بحفله كوكتيل. وبعدها مثل ما بتعرف رح بيع الاسهم تبعي. اذا بتسمح لي صفا بيك، ممكن ابدي رايي بالموضوع بعد اذنك؟ احكي يا شوكت، احكي. هلا اذا ايمن بيك صار شريككم اليوم وبكره باع اسهمه، ممكن يقلق الكوسوفي وياخذ احتياطه. شوكت عم يحكي مزبوط يا ايمن. بهالموضوع لازم تلاقي اسباب ذكيه وتقنعهم بتركهم. عندك شي خطه؟ ايه عندي خطه. نيرمين. نيرمين؟ ايه بابا، لانه نيرمين معارضه بشده هي الشراكه، وفرح اصلا بتعرف هذا الشيء. بحط التنتين قدامي وبقول لهم انه انا رح ابيع اسهمي لانه نيرمين ما بدها. حلو، انت بيع اسهمك بسعر منيح واترك الباقي علينا. إلي عندك طلب يا شوكت. أمرني يا بيك. عندي 50 دنم بالمنطقة الشرقية، بدي إياهم ياخدوا هالأراضي مني. يعني جاي على بالي ربيهن وأعمل لهم فركة إذن مرتبة. والله هالشغلة مو كتير صعبة علي. حلو كتير، ممكن تبدأ الشغل بهالموضوع؟ أنت بتأمر.